وما حكم الذين يستدلون بقوله تعالى في حجز الأماكن سواء العاكف فيه والباد؟ هذا عليهم الدليل، هذا عليهم أنه سواء الحاجز واللي ما حجز، الحرم للجميع سواء اللي حجز واللي ما حجز. الحرم لمن سبق، قال صلى الله عليه وسلم منى مناخ لمن سبق، وقال عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. نعم. امرأة جاءت إلى العمرة، وليس السبق بالحجز، السبق بالوجود، وجودك في الحرم، جلوسك في الحرم، هذا هو السبق. نعم.